اتخطف بلغت امه، وقبل ما رجعت من السفر كان حصل اللي حصل واستلمته النهارده من الاسم. طب ويوسف فين؟ ابني انا فين؟ الحقيقه يا فندم مفيش اي معلومات، بس ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ايه؟ انا خلاص ما بقتش فاهمه دلوقتي، يوسف مخطوف ولا تايه ولا بعت ولا ايه؟ اهدي بس اهدي يا منى. انا ماليش دعوه، انا ما صدقت اخلق بالكلايه من العمليه دي، عايزين اخلص فيها تاني ليه؟ ما تفهم ياض يا ابو الغباوه، الواد اللي عليه العين عند العيال بتوع ال 8% وشكلهم مش عارفين وزهقوا منه وعاوزين يخلصوا. طب لو مش هو؟ الله يخرب بيت فقره. قصدي يعني لو اكيد ما عم تخبي عني شيء بخصوص بابا. ليش هيك عم تفكري؟ اكيد لو في شيء كنت خبرتك، بس الامور كلها بخير، كلها كم يوم ان شاء الله بنطمن عليه وبرجع بالسلامه. يعني بقدر زوره بكره بالمشفى؟ اكيد فيكي تزوريه، ليش ما فيكي؟ معناتها رح احكي مع وسام بلكي بيروح معي. كتير منيح، معناها روحوا لعنده بكره الصبح بس ترجعوا انا بروح عشان ما يضل حاله. تأخرت عليك يا مام؟ بسيطة ولا يهمك. ايه؟ شوفي؟ انت خبريني شوفي؟ لا ولا شي، ما في شي. عماد؟ شحنة المواد الطبية رح تصل بعد كم يوم. بس هيك؟ بس هيك؟ ما فرحت؟ طبعا فرحت، هذا أحلى خبر بسمعه من زمان. عن جد كمان؟ طبعا عن جد. انت بتعرفي مشاعري تجاهك كتير منيح، كل الوقت اللي مر وانا عم بستنى تزبط امورك ويزبط هالمركز عشان نقدر نكون مع بعض. يلا راح كتير بقي القليل، حلمي راح يتحقق او حلمنا انا وانت. كل ما بشوف حدا منهم بيصير دمي بيغلي وبيفور، ما عم بقدر اتحمل. صبرنا كتير، اذا توفقنا ونشحط الخطه رح يركعوا قدام رجليك. ما بتصدق، ما في اصعب منا انك تشوف عدوك كل نهار قدامك وما تقدر تعمل شيء. ايه بس نحن عملنا كتير شغلات، وبالوقت المناسب رح تنتقمي ورح ننتقم كلنا معك بالمعيه. ناطره لشوف، وعم عد الايام والدقائق والثواني. شكلهم طلعوا. ها جهزي كل الأمور المتعلقة بالمركز لحتى تباشروا العمل فيه. كل شي مرتب يا آغا، وبانتظار أوامرك وبس. انتبهي، أي غلط بالموضوع راح يكون الأخير بالنسبة لك. عم بعمل جهدي كله بس مشان ترضى يا آغا. انتظري الأوامر.
معناها بتمر بكرة الصبح وبنطلع سوا. تمام، مع الساعة 10 بكون عندك. ماشي، ناطرتك. تصبحي على خير. تلاقي الخير. برافو رهف، رح تكوني أهم رقصة بالي بالعالم. كي مو لهالدرجة؟ لهالدرجة وأكتر، أنا هيك بشوفك. ألو، أنا مبارح تركته بالمستشفى وأجيت على البيت، كان لازم أرجع لعنده اليوم بعد الظهر. جوزك يا مدام من مبارح بالليل اختفى من المشفى ومو مبين ولا بمكان. مستحيل، كيف هيك؟ هيك صار. أي شي بتعرفي خبريني. خبرني الدكتور انه ما خرجوه، واخر مره شافوا فيها كانت امبارح المساء. غريب، ولهون ما اجى ابدا. طيب ما جربتي تدقي له على الموبايل؟ ايه طبعا اتصلت فيه، موبايله مغلق. طيب اسمعي رهف، هلا تعي لهون وبنحكي بنشوف شو بدنا نتصرف. طيب ماشي، باي. مثل ما عمل لك، هذا مشروع مهم كتير ونحن لازم ندعم هالشي. أنا جاهز لأي مساعدة. هاي شحنة مواد طبية، كل أمورها قانونية، بس نحن بدنا نستعجل بالإجراءات شوي. أنا رح يسر الأمور من عندي. وقت توصل الشحنة فينك تستلمها والباقي عندكم بالإدارة. بتشكرك كتير، بس لسر رح مر لعندك، منه بشوفك وبطمن عليك كمان. بتنور. يلا سلام. أهلين كمال. صباح الخير.
صباح النور. آسف إذا ضايقتك، فكرتك صرتي بالعيادة. لا منيح اللي دقيت لي، أساساً صار لازم فيه. بسيطة، المهم اليوم الظهر إذا ما عندك شي بدي أشوفك. طبعاً أهلا وسهلا، بس في شي ولا زيارة عادية؟ لا والله في مفاجأة، بقلك إياها بس شوفك. مفاجأة؟ شو هي المفاجأة؟ ليش أنت قلتي لي مبارح؟ مو حرقتي لي قلبي؟ يا لطيف شو لقيم؟ ماشي ناطرتك بالعيادة. ماشي، سلام. باي. بس هالشي رح يخلي سوزان بوضع خطر. للأسف مو بس سوزان، كل العملية صارت بخبر. خططنا لكل شي بس يلي صار فاجأنا. إذا توقف المشروع رح تصير مشكلة كبيرة كتير. حتى لو وقف بالوقت الحالي مو مشكلة أبدا، بنرجع منكمل بوقت تاني. المهم ما تنكشف خططنا. بذهنك شي؟ سوزان لازم تنسحب من العملية وبسرعة، بعد هيك رح يكون في خطة بديلة. تمام، هالشي رح يتنفس. سلام. الو، تتركوا كل شيء من بين ايديكم وبتجوا فورا. خير صاير معك شيء؟ بس تجي بنحكي. طيب يلا ما رح نتاخر، فورا جايين. باي. ما رح شوفك بالمساء مثل ما عملتي معي امبارح، بس قلبي ما طاوعني. يعني ما صاروا الا رديت لي اياها. مو انت اللي بلشتي؟ ما فيني احكي شيء، بهي معك حق. إلك عندي خبر كثير حلو. شو هو؟ إلي رفيق بالجمارك رح يساعدنا بادخال شحنه المواد الطبيه، يعني الموضوع رح يمشي بسرعه بدون اي مطمطه. عن جد كمال؟ شكرا كثير لك. شكرا لك لانك موجوده بحياتي. عن جد كمان لولاك ما بعرف شو كنت عملت. هلا صرت مطمنة على المركز. طالما أنا معك ما تهكي ليهم أي شيء، بس تصل المواد رح أكون معك، ومن بعدها رح يحولون عنا على الإدارة مشان الفحص. وهذا الشيء رح يطول؟ إن شاء الله ما بيطول، لأن أنا مستعجل أكثر منك، بس لحتى نكون مع بعض. وأنا كمان. خير يا بيك، يعني حاسك لك فترة مو على بعضك. من يوم الشحنة ما عاد كلفني الأغا ولا بشي، كأني ما عاد موجود على قائمته. يعني
احتمال يكونوا مهدئين اللعب شوي خاصة بعد اللي صار، بس أكيد أكيد يعني ما رح يستغنوا عنك. كل شيء ممكن. تعرف أفكر أرجع التفت لشغلي مثل الأول مشان ما أضل معلق لا بالآغا ولا بغيره. أهلين بالدكتور عصام. أرجو أنك ما تكون تضايقت وأنت عم تنتظر هون. من امبارح أنا ما أرجع لك، صار لي قاعد بهالمكتب أكثر من 4 ساعات، لا بعرف مين أنتو ولا أنا ليش هون. دكاني ما أنزعج؟ حق معك، بس صدقني كان في عنا هيك شغلة كتير ضرورية مشان هيك تأخرت عليك. طيب فيني أعرف أنا ليش هون؟ لحتى نحميك. من مين؟ من أقرب الناس إلك. لا تستعجل، هلا رح تفهم كل شيء. تفضل استاذ. انتو مين؟ بعدين هاي اللي فاتت شو عم تعمل هون؟ فرح هاي بتشتغل معي من مدة طويلة. بس هاي كانت بدها تقتلني. بالعكس، مو هي اللي كانت عم تعطيك الحب، هي اللي انقذتك بالمرة الأولى. المرة الأولى؟ طبعا، لأن أنا مبارح انقذت حياتك للمرة الثانية. يعني لو تأخروا رجال شوي كانت تمت تصفيتك بالمستشفى. والمطلوب مني هلأ إني صدق كلامك. المطلوب منك هلأ تطلع على هاي الملفات وبعدين بتقرر. معتز؟ فيليب. من أخطر رجال المافيا بالعالم ومدرب بشكل كبير ومنظم، نفذ أكثر من عملية خاصة حول العالم، وآخر مهمة له كانت إنه يكون قريب منك حتى يستلم زمام الأمور بالشركات تبعك ويكون هو صاحب القرار فيها. لا، أكيد في سوء تفاهم. لا أنا ولا معتز هن الأشخاص اللي عم تحكي عنهم. كان لقائكم الأول بسويسرا وهنيك تعرفت عليه وشغلته عندك بوظيفة بسيطة جدا، بس لما راقبته وشفت قديش هو متفاني ومخلص وذكي بشغله سلمته إدارة شركتك اللي موجودة هون بالبلد. وكان هذا هو الهدف الأساسي لفيليب، أو مثل ما بتعرفه أنت معتز. شو هدفه من كل هالشي؟ خلي ملفه على جنب وانتقل للملف التاني. سوزي، والمعروفة من قبلك باسم سوزان، كانت موظفة عندك وصار هيك بيناتكم شوية استلطاف، وبما أنه زوجتك يعني كانت متوفية ما كان شي بيمنع أنكم تتزوجوا، وفعلا هذا الشي حصل وعشتوا أيام كتير حلوة، وهي عوضت لك عن أشياء كتير كانت ناقصتك. مهمتها الحقيقية أنها تقتلك، يعني تحط لك الحب كل يوم على مدة طويلة، وهيك بتبين موتك طبيعية بدون أي شبهات. وكونها هي الوريسة لأعمالك اللي عم يديرها فيليب، فمعناتها الدائرة اكتملت ووصلوا لأهدافهم.
كل هالشي هاد مشان المصاري. آخر شي ممكن يفكروا فيه هو المصاري. عفوا يعني صار في شي بكلامك مو مفهوم أبدا. معك حق، معك حق. كل التساؤلات اللي عم بتدور براسك راح تلاقيها بهذا الملف. مشروع مترو الأنفاق؟ المترو مو مهم، المهم هو الأنفاق. أنت معروف باسمك الكبير ونزاهتك، مشان هيك اختاروك لتكون بالواجهة لتنفيذ المخطط. وأي شيء عم بيصير معك أو عم بيدور حواليك كله محسوب بدقة ليوصلوا لهدفهم. اقرأ هي الملفات وراح تفهم كل شيء. انت وراء اختفاء معتز؟ لا، هو تعرض لحادث وغادر البلد. سوزان؟ لا، ما تفكر بهذا الموضوع، مو مهم. بس الأهم بس تطلع من هون بتروح دغري على الأمن الجنائي، لأن في كام سؤال بدهم يسألوك اياه. طيب شو المطلوب مني؟ ولا شيء. بتسكر شركتك وبتغادر البلد. كيف صارت القصة؟ مين كان بالبيت؟ المفروض تكون بهالوقت الخدامة، وأنا كنت عم زور بابا بالمشفى. أبوكي بأنو مشفى؟ مشفى المعونة، بس هو مانو هنيك. كنتي عم تزوري أبوكي بالمشفى، بس أبوكي مو بالمشفى. أنا رحت شوف بابا بس ما لقيته بغرفته وعم بتصل فيه موبايله مغلق. مين بيكون؟ وسام صديق، وراح معي على المشفى بسبب وضعي. الكون أعداء؟ لا، بابا ما صار له زمان جاي على البلد، هو وسوزان الله يرحمه. طيب اعطيني اسم الخادمة الثلاثي وين مقيمة. ألو سوزان انقتلت. كيف؟ وامتى؟ انت لازم تعرف تفاصيل هذا الموضوع وبسرعة. اللي صار خطير كتير، رح يكون له تداعيات كبيرة. رح اعرف الموضوع وخبرك. انتبه منيح، اللي كشف سوزان وقدر يوصل له ممكن كتير انه يوصل لك انت كمان. علم. بابا وين كنت لهلا؟ رحنا لعندك على المشفى وما لقيناك، وموبايلك خارج التغطية كل الوقت، والله انشغل بالنا عليك. بابا أنا لما دريت باللي صار رحت على الأمن الجنائي
وقابلت الضابط المسؤول عن القضية. حقق معي، سألني كم سؤال عن المرحومة سوزان. أنا صار لازم استأذن عمو. كتر الله خيرك يا ابني، تعبناك معنا اليوم. العفو يا عم، هذا واجب. تصبح على خير. تفضل يا ابني. هلا كل واحد منكم صار بيعرف شو بيساوي. لازم نبلش بكره، معنا اسبوع واحد. خبرتي الدكتور رأفت بهذا الشيء عشان ما يتأخر علينا أكثر من هيك؟ حكيت معه وخبرته، بقي له فترة وبيرجع من السفر. كتير منيح، معناها من هون لهذا الوقت بيكون صار جاهز المركز. المركز جاهز، بنقدر بأي وقت نعمل الافتتاح. لا لا أبداً، أنا ما قصدت المكان، أنا قصدت العمال والموظفين اللي ما لهم علاقة بالكادر الطبي. هذا الشيء مسؤوليتك، فيكي من بكرة تختاري موظفينك وتبلشوا تداوموا بالمركز لبين ما يجي الدكتور رأفت. هيك بيكون أحسن، لأنه في كتير أشياء لازم نرتبها. موفقين بوجودك. أنا ما عم صدق إنه الحلم صار حقيقة. أنت بتستاهلي أكتر من هيك، وأنت كمان رح تكون معي شريك بالنجاح. أنا ما دخلني، انت اللي عم تضحي بوقتك وشبابك مشان مشروعك الانساني لحتى تساعدي الناس. انا ما عملت شيء. تعبت كثير لحتى وصلت لهون، وما كنت وصلت له لولاك. بيني وبينك ما في فرق، المهم توصل الشحنه ونفتتح المركز. اكيد بالنهايه نحن واحد. انا صار لازم اروح، بشوفك المساء ونلتقى. ماشي، دير بالك على حالك. يا عيون البابا، بالوقت الحالي بدي وقف الشغل بالشركة، بدي سكرها لفترة. بدك تسكر الشركة؟ ليش؟ حاس حالي تعبان وبدي ارتاح. بابا اللي صار معك صعب كتير، وانت لازم ترتاح. بس إذا سكرت الشركة شو بدك تعمل؟ بدي سافر. بدك تسافر؟ ايه بابا بدي سافر، وبدي اياكي تجي معي. بابا انت بتعرف انه انا بتمنى ضل جنبك على طول، بس انا مستحيل سافر. الهي راف الحبوبة اللي كنت خبرها انه بدنا نسافر لبرا يطير عقلها من الفرح، ولفيت أنا وياها نص الدنيا، شو تخيار؟
جولي ما تغير. بابا أنا هون هون بحس بالأمان أكتر من أي مكان بالعالم. بس هون راح تكوني لوحدك. لا ماني لوحدي. وسام بابا من زمان أنا أعطيتك حرية الخيار واخترتي كمان تزوجت وصار اللي صار. هالأمل جديد بلك كمان الخيار لك وأنا معك شو مكان. الله يوفقك بخيارك يا بنتي. يعني رح نوقف المخطط؟ ما رح نوقف أبدا، رح نأجل لفترة حتى تهدى الأجواء مو أكتر. كل شيء كل شيء؟ مشروع المترو أنفاق وموضوع السلاح بس، باقي الأمور رح تستمر مثل ما مخطط لها بالضبط. الرجال اللي تم توزيعهم من قبل معتز على المناطق اللي حددناها هنن المهمين بالوقت الراهن. لازم بس توصل شحنة الحبوب تتوزع عليهم فورا. هالشي بكفي لنحقق أهدافنا؟ هدول رح يكونوا الأساس اللي رح ينبنى عليه كل شي بعدين لما بينجحوا بنفسوا المطلوب منهم. وقتها رح يكون عنا دربة خصبة نقدر نزرع فيها اللي بدنا اياه ونقطف الثمار اللي بدنا اياه. طمان مجرد استلامنا للشحنة رح تصلوا. معتمد عليك. كون مرتاح. سلام. طيب اوكي اوكي سلام. ادخل. احترام سيدي. لحد الان ما عرفنا شيء عن خادمه. وقف البحث وسكر القضيه. كيف سيدي؟ سجلها ضد مشغول. حاضر سيدي. المرحلة القادمة رح يكون لها تداعيات كبيرة كتير وعلى المنطقة كلها. إذا ما تصرفنا من هلا رح نلاقي صعوبات بعدين. أنا من رأي السيد وليد، طالما الأمور واضحة قدامنا، ليش حتى نبقى نتفرج؟ الأمور واضحة، بس لأي حد. مو يمكن الشيء بالنسبة لنا واضح يكون له وش تاني ما بنعرفه. إذا بقينا عم نراقب من بعيد، يمكن نكون عم نغامر بشيء إذا راح ما نعود نقدر رجعه بعدين. كلامكم كله صح وكل واحد منكم عنده وجهة نظر، بس كل وجهة نظر إلى طريقة تنفيذ مختلفة. طيب أنت مع أي وجهة نظر؟ أنا مع وجهة نظري. وشو هي وجهة نظرك؟ ممكن تطلعنا على التفاصيل؟ خبرتكم إنه أنا بتحمل المسؤولية بهي الخطة عن النجاح أو الفشل، والتفاصيل كلها رح خبركن عنها أول بأول.